اسمي مريم العلوي، أنا عارضة أزياء، تعاملت مع مصممات كثيرين، فحسيت نفسي أن أنا اللي أبي أصمم الأزياء أو أصمم أزيائي. حبيت أن تكون لي بصمة في عالم الأزياء. هاي البرنامج أعطاني فرصة كبيرة أن أنا أحقق حلمي. البرنامج علمنا أشياء كثيرة غير أن الموضة والديزاينينج، علمنا شلون نفتح مشروعنا، نبتدي بالخطوة الأولى، شنو المفروض المصممات الأزياء أن تفكر كبداية، يعني شلون تفتح المشروع. أي حد عنده حلم لازم يسعى ويروح يحققه، لا يوقف عند حد معين.